أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
صدق الله.